للمزيد حول تصدر العراق قائمة الخارجية الأمريكية في الدول غير الآمنة، ينضم إلينا عبر الهاتف من أثينا الدبلوماسي والأكاديمي والعراقي الدكتور فاروق فتيان الراوي. دكتور فاروق، بداية مرحبا بك. أهلا بك أخي وبمشاهدي قناة رافدين. أهلا بك دكتور. ماذا يعني تصدر العراق قائمة الخارجية الأمريكية التي حذرت فيها مواطنيها ورعاياها من السفر إليه؟ الحقيقة ليست المرة الأولى، يعني الولايات المتحدة الأمريكية دائما هي تعرف جيدا أنها بعد الاحتلال لم تستطع أن تضع نظام متكامل، نظام جيد، نظام يسود الأمن والاستقرار، ولذلك هي دائما تحذر المواطنين سواء كانت يعني هذه التحذير يرجع إلى الماضي من 2010 2014 خلال أيام الانتفاضة 2016 شيء 2001 أو 2022، فهذه ليست جديدة. الحقيقة هم يعلمون جيدا أنهم لم يحققون الأمن والاستقرار، بل بالعكس. هذا التناقض إذن دكتور، يعني إدراج أمريكا العراق ضمن قائمة البلدان التي تشهد أوضاعا متدهورة أمنيا يناقض تصريحات السفيرة الأمريكية ببغداد التي تشيد بإجراءات السوداني في حفظ الأمن، يعني كيف تقرأ هذه التناقضات في التصريحات؟ الحقيقة السفيرة الأمريكية يعني هي بتمارس نوع من استعراض العضلات لا أكثر ولا أقل، يعني عندما تزور الوزارات، تزور المحافظات، تزور حتى قادة الأحزاب والميليشيات، فهي إذن هي تعرف جيدا أن واقع العراق هو ليس فيه لا أمن ولا تطور، وتعرف مدى التدهور في جميع المجالات، ليس في الوضع الأمني، في مجال مات، في مجال الصناعة، في مجال الزراعة. نعم، وزارة الداخلية أعلنت انخفاضا حادا في مستوى الهجمات والجرائم في العراق عقب استلام حكومة السوداني السلطة بعد الإعلان الأمريكي، ما موقف الحكومة؟ الحقيقة الحكومة يعني ربما هذا ما نتمنى أن يتحقق من والاستقرار، حفاظا ليس مدحا بالحكومة وإنما حفاظا على المواطنين العراقيين المتواجدين واللي عانوا خلال 20 سنة الماضية من قسوة سواء من المحتل الأمريكي أو المحتل الإيراني أو الميليشيات والأحزاب المتمثلة في السلطة، وهذا واضح خاصة على المحافظات الغربية، والكثير منهم لا زال مغيب والكثير منهم نعم. دكتور، أخيرا، هذه القائمة وتصنيف العراق فيها على هذا النحو وخاصة فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، كيف ستتأثر؟ بالتأكيد العراق يحتل المركب الدنيا يعني عالميا ليس أمريكيا وإنما عالميا من خلال التقارير، يعني عندما يحتل الموقع 170 بتسلسل الدول من ناحية نقص الخدمات، من ناحية الوضع الأمني، من ناحية الرشوة، من ناحية، فإذا العراق هو غير مستقر وأمريكا تعرف جيدا ولذلك تحذر مواطنيها، والحقيقة هي ما تحذر مواطنيها، أغلبهم هؤلاء اللي هم من أصول عراقية وأصبحوا أمريكان، لأن الشركات الأمريكية دائما لا تقدم إلى العراق إلا ومعها شركات أمنية وحمايات متكاملة وتعرف كيف تتحرك، مثل ما شفنا الآن السفارة الأمريكية عندما شعرت بنوع من الخطر أرسلت جميع دبلوماسيها إلى خارج العراق، إلى قطر وإلى الإمارات وإلى الأردن، هذا معروف للجميع، وأصبحت جدا من الفكر الدبلوماسي. نعم، من أثينا الدبلوماسي والأكاديمية العراقية دكتور فاروق فتيان الراوي، شكرا جزيلا لك.